المتابعين الكرام، رجعنا لكم في مباشر اخر بعد انقطاع البث الاول. كنعتذروا متابعينا، كيف ما قلنا مباشر مؤلم صراحه اللي كتشوف مثل هذا الدمار، هذو عائلات وكي كنقولوا عيالات كبار رجاله مساكن اللي بيتين بنفس الطبقه امام مستشفى فلورنس. فكيضرك خاطرك على هاد الصور هادو اللي كتشوف، كاين اللي مسكين جاي غير من مدينه اخرى، كاين اللي ماشي من الدار البيضاء، كاين اللي جاي من مدينه اخرى كيضطر وكي كينعس في المقاف. المؤلم هو الا كان معاه شي ولدو، هو الا كان جاي على قبل شي ولدو وكان جاي على قبل شي ولدو ولا بنتو، هذا هو المؤلم بزاف. بقى مسكين يتكف، خصوصا الامهات وين ندخلو في هاد النفق هذا، في هاد الموضوع هذا ما غاديش نسالي. مشا تصبح مبقاش تشوف شي صور غادي يضرك خاطر. صورت مع تيبان البارح، ضربوا ليها راجلها موت قتلو، يعني الراجل اللي كيخدم على وليداتو هادو تقريبا قالت لي عيطت هنا، العيد كبير عيطت هنا فات في الاطار هذا، مبقاش مع راجلها وفي الاخر مسكين مات. السبب هو شي كروطة ولا ما عرفتش شنو، مع شي شاب اللي طاح ايش نهز الموت وضرب يتش مع عائلة وكرف السيدة ودار شوخ يعني. بعض المرات يعني كنستغرب انا الدور ديال شي منتخبين وشي مسؤولين، يعني بعض المرات ما كنعرفش واش ما كيدوزوش من هنا، ما كيشوفوش هاد الناس هادو، واش ما كيردوش ليهم البال. كذلك الجمعيات حتى هما ما كيدخلوش في هاد بزاف، ما كنشوفهمش يعني بزاف يجيو مثلا عند هاد الناس هادو ويشوفوا لهم شي مأوى ويقلبوا لهم على شي حاجه. يعني كتشوف ان كل شيء عنده اليد ساكن في هاد الناس هادو اللي ما لقاوش كل اللي يشوف فيهم، حيت فاش كنجيو نشوفوا راه شي واحد مكره ينعس في دارو بين وليداتو وينعس مرتاح ومستريح. ولكن الظروف هي اللي كتخلي على ان كل واحد يعني يعيش داك الشيء اللي مكتاب ليه، سواء يعني عجبو او لا ما عجبوش. خصوصا حنا اللي دابا حنا حدا بن رشد شفنا الاعداد الكبيره اللي ولينا كنسجلوها بشكل يومي في هاد الجائحه ديال كورونا اللي كنطلبهم الله يرحمنا ويرفعنا ويرفع لينا هاد البلاء وهاد الوباء. كنشوفوا ارواح كتحصد بشكل يومي، هاد الارواح هادو هما ديال الناس اللي سواء يكونوا صحابك او لا عائلتك او لا يعني جيرانك او لا اي حاجه، يعني ناس اللي كتكون كتعرفهم وكتشوف ان هذا الوباء هذا داهم عليك، فلازم انك تخاف على ناس اخرين. نعاودوا عاوتاني نصحوا بعضياتنا ونقولوا باللي راه كورونا او ثاني بداش كتنتشر بشكل كبير، راه السبيطارات ديالنا عمرو سواء المصحات العموميه او لا المسحات الخاصة، فراه كلشي كتشوفو عمر هادشي عارفينو الناس مساكن اللي كيدورو بوالديهم ولا بشي واحد من العائلة ديالهم اللي مريض،
فهذا الشيء كله كيشوفوه هما وعارفينه وكينصحوا به الناس اللي كيعرفوه. نتمنوهم الله العلي العظيم اللي عنده شي مريض ان شاء الله الله يشافيه ليه والله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء يا ربي امين. احنا ان شاء الله في هذه الاواسر المباركه نتمنوهم الله يتقبل هذه الدعوه ديالنا ويرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء ونرجعوا ان شاء الله لحياتنا الطبيعيه. اكيد في ظل هذه الازمه هذه وناس مساكن كيف كنشوفوا راه حنا دابا كنشوفوني مساكن الناس اللي ناعسين في الزنقه كاين اللي سببه غير هذه الازمه هذه. في ظل هذه الجائحه هذه وناس مساكن اللي طردوا من العمل ديالهم من شركات اللي داروا فايت ناس اللي ما خداميش الى جينا نشوفوا اصحاب العراسات ولا اصحاب المناسبات وبزاف ديال الناس مساكن اللي الخدمه ديالهم توقفات بسبب هذه الجائحه. كنطلبوا من الله العلي العظيم يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا رب العالمين. متابعينا الكرام شكرا لكم وشكرا لتشجيعكم. الى اللقاء.